هذه صناعة الخزران هي مهنة تراثية من آباء عن الأجداد، فأنا تعلمتها من أبويا، وأبويا طبعا تعلمها من أبوه هو وأخوه الأكبر منه. اليوم إن شاء الله راح نفرجيكم كيف نصنع كرسي خزران، نفرجيكم كيف من البداية كل خطوة بخطوة إن شاء الله. أنا طبعا أول ما بدي نعمل كرسي خزران لازم أخذ مقاسات كل خزرانة بخزرانتها، كل عرضة بعرضتها، عشان يطلع كله 100% الشغل. باخذ المقاسات، يا بكتبها على ورقة يا بعقلي بيضل حفظها واحد، وبجيب خزران وبقصه، بقص كل مقاس اللي انا اخذته عن الكرسي. ايش طبعا بكون بده تعليم بالقلم، عشان بتيجي فيه تركب فيه عارضة، وإشي مثلا بده طاعج بالنار، فكل حاجة إلها علام لازم نعلمها بالقلم عشان نعرف وين نشتغل، وين بتيجي عارضة، وين بتيجي طاعج بالنار، وين كذا. في حاجة لما يكون في إشي مدور بأثني المتر عشان أخذ المقاس 100% يكون. بعدين بولع البابور، بجي احضر البابور عشان اطعج اللي هو الخزران بده طعج. وهذه طبعا المعدلة، الادوات هي اللي نستخدم فيها الخزران، هذه المعدلة اسمها، هذه شغلتها ان نعدل فيها الخزران للتعديل. اما الطعج بنطعجه بالايدين، بايدينا احنا. هاي طبعا بديت اطعج في النار، هذه طبعا لما تكون سخنه ببردها، لانه اذا ما بردش بترجع، لازم انا تثبت على المقاعد الطعجه اللي بدي اياها، وبردها بسفنجه فيها مي هذه عشان تبرد بسرعه اسرع، عشان يكسب الواحد الوقت اسرع. وباخذ مقاسها وعشان تبرد بسرعه يعني. طبعا في الطعج لازم ما خليش النار تحرق الخزران ولا تترك اثر شحبير او حاجه عليها، لازم نضل نمشي في العود ما نحرقش، لازم الطعج يكون 100% دائره، ما يكونش فيها اشي مطعوج واشي عدل او كذا. كلها شويه بقيس لعند مقاس 100% اللي بدي اياه، لانه كل مقاس محدد. لازم كل فترة والتانية أضلني أقيس، عشان لو عند مصل المقاس اللي بدي إياه خلص أكتفي، إذا بدي أطعج بزيادة بأطعج. لازم أقيس على الكرسي أول بأول عشان يطلع 100%، كله طقم واحد، ما يكونش فيه اختلاف، نفس المقاس ونفس العلي ونفس الحاجة. هذه الأداة هي المقص، بنقص فيها الخزران. هذه الدباسة بتدبس مسامير كبيرة، نستخدمها في تركيب الكرسي. فيها دبابيس 5 سم و4 سم و3 سم، هذه مركب فيها الخزران الخميل الهيكل الكرسي. طبعا لازم كل شوية اطلع فيها عشان ما تكونش اي ملوحة او حاجة، لازم تكون عدلة 100%.
طبعا قلت وانا بدبس بركب فيه بطلع العلام، لما انا حاطط بالقلم بحط العارضة على المكان القلم بالضبط. طبعا بعد ما ركبت برضو بحطه قدامي وبعايره، ما يكونش فيه ملوح او حاجه، يكون 100%، فيش رجل اعلى من رجل، فيش حاجه غلط. بصير اركب فيه، طبعا بركب في الاول الرجلين تحت، بعدين هذا اللي هو الايد مع الظهر بتيجي بركبها. وبعد ما ركبها برضو بتاكد وين في اي لوحان، اذا ملوحه بحاول اعدلها، اي حاجه ايش زياده بقصه، لو ملي واحد لو اي حاجة بكله بقصة، لازم يكون 100% كله. هذا طبعا باخذ خزران، هذا الخزران نقول عنه مطوي احنا، هذا بنقوي فيه الهيكل، بنعمل فيه منه اركات، بنقوي فيه الهيكل. هنا جيت طبعا بدي اقيس الاركة قديش مقاسها عشان اقصها، اقص مقاس الخزران. هي طبعا هي الأركة هذه بتقوي، للتقوية بس، بتقوي الهيكل الكرسي. بقيسها أول بأول عند ما تيجي المقاس اللي على القد. لازم لما أركبها تكون بالنص، ما تكون الشقة أكتر من شقة، عشان يكون المنظر كله 100% بالنص يعني. من تديها قوة تديها منظر. بقص الزيادات عشان تيجي 100% على القد بالضبط، أي حاجة زيادة بقصها. بعد ما لقيتها برضه بتأكد بحطه قبالي، إذا في منطقة ملوحة أو بدها تعديل بعدلها. هذا برضه خزران بعمل فيه صليب، بنقوي الكرسي من تحت عشان يمسك الرجلين الأربعة ببعض، نقول عنه صليب إحنا. لما بوقف الصليب لازم يكون الأربع كراسي قبال بعض وعدلين، فيش أي لوحان أو رجل أكبر من رجل، كله طبعا على المقاس. وين وأنا علمت بكون معلم بالقلم، بعرف وين أحط الدبوس يعني على القلم، على العلامة على القلم. وبعد ما دقيته بتأكد بتحط قبالي وتأكد برضو يكون عدل. هذا خزران بنخمره في المية، له شغل تاني، بنخمره في المية عشان يصير طري، لأنه بتنيه بالإيد بدون نار، هذا اللي بتخمر في المية. وبقص في الخزان دائما المقص، أكثر استخدام على المقص، إحنا معظم الخزان أو القش بقصه في المقص. هذا عودان خزران بنقصها من النص إحنا، عشان هي بتقوي مفصل الرجل، بتشد مفاصل الرجل الكرسي 100%.
طبعا كل مفاصل الخزران لازم تربط زيك عشان يقوى، يعني مش بس على قد المسمار انه مقويه، طبعا بنحط عليه ربطات اللي هي من عدام الخزران هذه، وبعديها القش. طبعا لما بقصها بقصها على اساس ما يكونش فيها اي زياده او اي حاجه، ويجي القش يغطيها 100%، ما يضلش منها اي اثر، بغطي المسامير كلها بس الخزران بديه منظر حلو. وهذا القش بعد ما خلصنا نركب الكرسي باخذ من القش هذا بربط فيه تربيط، برضو بديها قوة للخزران وبديه منظر، بديه شكل حلو. طبعا لما بشتغل فيه لازم نخمر في المية لانه بطرة، بدون مية بكون قاسي وبجرح، مع المية بطرة بصير طري. وببدأ قطع ربط في المفاصل الخزران الكرسي. هذا القش قش بليناه في المية عشان يطرى، وبصير اربط فيه الخزران هذا، بنغطي فيه اللي هو المدبابيس وشكل الخزران اللي فيه شو اسمه في شراشيب وفي حاجه، وكمان نعمله رسمه يكون رسمته حلو، نعمل فيه شيء زغرفه طيب من تربيط منه شكل زغرفه حلو. وكل كرسي طيب له رباط معين، ايش تربيط بس لف، وايش نعمله صليب زي هذه، هذه صليب بنقول عنها شكل حلو ومنيح، وفي رباط اسمه قرنة. هذا رباط بنقول عنه قرنة، احنا بنكون بس على عرضتين تنتين بنقول عنه قرنة، بنكون أربعة بنكون صليب تربيط صليب. هاي الخزان بنيناه في المي هذا بنخمره 4 ساعات 5 ساعات لعند ما يصير طري، عشان هذا بدي استخدمه بدي اتني اطعج فيه بايدي مش بالنار، عشان بلف فيه زي ما بدي، يعني بدق فيه اول باول، بدقه في الكرسي اول باول. هذا الخزران استخدامه عشان نحط فيه اللي هو الشبك، شبك الظهر، بنصير نجيب عدان وخزان رفيع بنقول عنه امويل، من ندق الظهر منه من في هذا الخزران، بعدين نصير نربط فيه تربيط. طبعا هذا خزران طري بلفه بايدي عاد على طول زي ما بدي، بدقه بنوع المطرح بنفس الوقت، محتاجش نار هذا. هذا الخزران عدان رفيع بنقول عنه امويل، طبعا بنمسك احنا ثلاثة عشان واحدة ضعيفة، بنحط ثلاثة ثلاثة جنب بعض، ثلاثة عدان مع بعض بندوقهم جنب بعض، كل ثلاثة ثلاثة جنب بعض بنخلي فراغ بين الثلاثة التانيين والجنبهم. طبعا بندق اول هذا رقتين بيجوا، بعدين بيجوا زيهم كمان تنتين فوق بعض. بدي نعمل الراقه الثانيه منهم من الامويل هذا عشان يكون قوي ووديهم منظر. هذا الشبك مريح للظهر احسن من القماش ومن الاسفنج، بعملش حساسيه في الظهر زي القماش والاسفنج عشانه مهوى في فراغات وشكله حلو. لازم انا بدوق يكون كل فراغ قد اخوه، المربعات تيجي كلها قد بعض، ما يكونش مربع اكثر من الثاني، كل هذا بالنظر يعني من غير قياسات نظري كله.
طبعا هذا شو اسمه لازم بعمل الظهر نفس الشكل نفس ما عملنا الظهر في الأمويل، باجي للجناب، الجناب برضه نفس القصة، بنمسك ثلاث عودان وبنضلنا ندق فيهم سطر جنب سطر، بنخلي مربع نفس المربع نفس المقاس كلهم قد بعض، نعمل الظهر والجنبين اليمين والشمال، نطلع مربعات زي كده. بعدين هذه الجدلة بنغطي فيها اللي هو المسامير، بعدين هي منظرها وطراف الخزران عشان مش منظر، فهذا جدلة منظرها حلو بنغطي فيه الإطار، بتعمل إطار منيح للكرسي. بديت أدق فيه هيني كله بغطي المسامير وأطراف الخزران اللي مبينة أطراف العدام. طبعا شغل الخزران بدها طولة روح بدها صبر لأنه كله بتاخذ وقت، شغلة مش بسيطة يعني كله بياخذ وقت، هو بيشتغل فيه الكرسي قشة بقشة وكذا. هذا الخزران لو بنقول عنه احنا فرنساوي بنحطه للمقعد بقوي المقعد. بنعمل طبعا اول واحدة في النص هذه نص الكرسي، بعدين بنصير نحط جنبها من اليمين والشمال، بنخلي فراغ 3 سم 4 سم، وهذا كمان بتدي قوة للمقعد لان احنا كله هذا خزران ما بنستخدمش مثلا لوحة بلكاج او شيء، لازم كله شكله خزران يكون معمولة بطريق سنابل يعني وشي حلو بديها منظر وقوة. وهذا كمان لازم نغطي اطراف الخزران بدل ما مبينة والمسامير، نحط كمان طبقة خزران فوقيهم، هذا بس تغطي اللي هو منظر الاطراف الخزران. لازم ادق ويكون قوي ماسك المية. قد خلصنا قد مرحلة التصليب هذه اللي هو تربيط الاطراف الخزان الامويل هذا الشبك ببعضه كل سطر بسطره، هذا بقوي اللي هو الظهر بقوي السنابل هذه العدان الرفيعة بديها منظر حلو صليب وبتقويها بتربطها ببعض. لازم احنا بنربط يكون القش مبلول مية ومنشده احنا مش بس بلف لف، لازم يكون مشدود عشان ايش ما يسحلش الخزان ضله قوي. طبعا بضلني اربط في الكرسي هذا احنا بقعد واحد نص ساعة ويربط فيه يعني، بس عادي يعني بتعود الواحد، شغلة بدها صبر بدها طول روح لانه مش بساعة ونص ساعة واحد بيعمل كرسي، بتاخد وقت لأنه شغلتها كتيرة فيها شغل كتير كله تربيط وتصليب ولازم واحد فقد هو بيشتغل فيه أول بأول ما يكونش فيه ملوح ما يكونش فيه أي حاجة. هذا خلصنا تقريبا صلب الظهر اتربط كله وصار قوي قد صار شقفة واحدة كله، بعد ما تصلب زي هيك تربط صار كل شبك شقفة واحدة صار. وقلنا نربط الجناب برضو نفس ما ربطنا الظهر بنربط الجناب نصلبهم نقول عنه تصليب احنا. هذا طبعا هاي كرسي جاهز خلصناه ودهناه وصار كرسي جاهز انه واحد يقعد عليه 100%. طبعا نعم بكون هاي طقم بعمل واحد طقم ايش 10 كراسي ايش 9 إشي 8 حسب. طبعا خزان قوي وبيخدم كمان بعيش 30 40 سنة 50 سنة كل 20 سنة كل 10 سنين بيعملوا صيانة، في ناس بقعد 50 سنة هو كرسي زي ما هو منيح.